ما زال مشاهدينا اهلا وسهلا بكم الى هذه القراءه لابرز عناوين الصحف الصادره اليوم في الجزائر، ونبداها باخبار اليوم التي تقول: الوزير الاول يعلن عن قانون جديد لتسيير المرفق العام، تعليمات لانشاء خلايا استماع للمواطنين، استئناف إلقاء الدروس والرفوف تتزين بالمصاحف، الروح تعود إلى المساجد، تعيينان جديدان في رئاسة الجمهورية، عبدالعزيز خلاف مديرا للديوان وسمير عقول ناطقا رسميا، بطلب من هيئة الدفاع تأجيل محاكمة له وحداد والسعيد بوتفليقة وتسجيل 46 ألف عريضة عن بعد منذ بداية 2021، تمت معالجة 95% منها. الشباب: قال إن تعليمات رئيس الجمهورية ورقة طريق ينبغي تسديدها حرفيا. الوزير الأول: أوامر لإنشاء خلايا أو أوامر بإنشاء خلايا استماع للمواطنين وقانون جديد لتسيير المرفق العام بالتنسيق مع هيئات دولية وأوروبية، دورات تكوينية لفائدة القضاة وموظفي قطاع العدل، تأجيل محاكمة وزير العدل السابق طيب لوح إلى 10 أكتوبر المقبل مع جلسة استئناف محاكمة الهامل وبراشتي. الديوان: تعليمات رئيس الجمهورية ورقة طريق ينبغي تسديدها حرفيا، 18 شهرا أمام الولاة، الأميار ملزمون بإيجاد مصادر دخل جديدة خارج إعانات الدولة. الخبر: رئيس تبون منح مهلة أسبوع لإيجاد حلول نهائية لمعاناة التلاميذ وأوليائهم، مئات المدارس بلا مطاعم ولا نقل. العودة إلى نظام العهدة لاسترجاع صلاحيات محافظ البنك المركزي، محو آخر آثار عهد بوتفليقة. انتهى الكلام المطلوب الملموس في الميدان حسب بن عبد الرحمن الوزير الأول. الصحف الكاتبة بالفرنسية: نبدأ بالكوري دالجيري pour un développement local effectif. لوالي appelé à libérer l'esprit d'initiative. Marathon diplomatique soutenu et de haut niveau. Mise à faire étranger la membre à l'ONU. Présidence de la République, le président Tebboune nomme Abdelaziz Khalaf au poste de directeur du cabinet et Samira Ghoun porte-parole officielle. L'achat des livres scolaires, le nouveau casse-tête des parents d'élèves. Ou Akhiran Liberté, près de 50 migrants algériens annoncés comme morts ou disparus. Drame en haute mer. Symbole de la jeunesse d'octobre 88, le RAJ en danger de dissolution. Traitement de certains phénomènes sociaux, les limites de l'arsenal législatif. إذن كانت هذه أبرز أهم العناوين الصادرة للعناوين الصحف الصادرة اليوم في الجزائر. ويرافقنا في هذه القراءة اليوم الأستاذ سمير العربي الصحفي والناشط الحقوقي من الجزائر. سي سمير، السلام عليكم، مرحبا بك. أهلا سليم ومرحبا بجميع متتبعي القناة المغربية. أهلا بك أستاذ. أولا، العنوان البارز شفناه في الكثير من الصحف: تعليمات لإنشاء خلايا استماع للمواطنين. البعض قارنه بوسيط الجمهورية الذي كان واحد الوقت اللي كان وسيط بين الرئيس والشعب. الآن في تعليمات لإنشاء خلايا باش يستمعوا لشكاوى المواطنين، واش رأيك؟ بالفعل سليم، هذا الحديث يعني خرج اليوم في عدد كبير من الجرائد الوطنية، وين يعني للمرة الأولى يعني يكون قانون. بالصح في الحقيقة هذه الخلايا الإصغاء موجودة في عدد كبير من المؤسسات وحتى الهيئات يعني التابعة للدولة.
alors le canon هذا يجي كذلك pour يعني formaliser كما يقولوا une pratique existante يعني لكن لحد الان ما على بالناش ما هو الدور تاع هل الاصغاء فقط وما هي الصلاحيات التي تمتلكها هذه صدر خلايا الاصغاء اللي رايح تتواجد في عدد كبير يعني في الوزارات والهيئات العمومية الرسمية. كان ربما البعض قارنها بوسط الجمهورية الذي فتح مكاتب في جميع الولايات لاستماع لشكاوى المواطنين، هذرا هي نفسها وربما ولو على بالنا ولحقت هذه القضية تاع وسط الجمهورية، هل يمكن مقارنتها بنفس الشيء ولا كيف؟ صدر يمكن الى حد ما يمكن المقارنه بالدور ولا لي بريروغاتيف تاع وسيط الجمهوريه، يعني وسيط الجمهوريه اللي تلقى شكاوي المواطنين من جميع المستويات الاجتماعيه يعني ويدرس الملفات تاعهم باش يبعثهم لذوي الاختصاص ولا الهيئات المختصه باش تعالج الموضوع، لكن العمل تاعهم صدر لي بيان كوديفيي. اما خليه الاصغاء يعني مازال ما على بالناش واش هي الدور، اسكيل فا شوفوشي كما يقولوا باللغه الفرنسيه عمل وسيط الجمهوريه، ما على بالناش يعني ايتون دوني بلي القانون ولا لي ميسيون نتاعو اكزاكت مازال ما فهموش، ولا كذلك يقدر يكون سي اون مانيير دو كوليكتي لانفورماسيون على المستوى الاجتماعي. ما هذا الخبر تاع انشاء خلايا اجتماع للمواطنين، فيه خبر اخر هو يعطى 18 شهر للولاد باش يفروها لنا، يعني 18 شهر خلاص من بعد سوف يحاسبون هل طبق برنامج الرئيس. وشايف 18 شهر هل وقت كافي، يعني وقت معقول بعد مش عايش واش رانا عايشين من الازمات في جميع المجالات؟ 18 شهر يعني وقت معقول؟ هو المشكل سليم، هو عندنا برسك عامين يعني رانا نسمعوا الكلام هذا حول قضية العقار والعقار الصناعي وتحرير الاستثمار ولا ريكوبيراسيون تاع يعني العقار الصناعي اللي مدته الدولة لي كونسيسيون هذوك اللي مدتهم للاستثمار واللي استفادوا منهم، يعني مازال ما بداوش المشاريع الاستثمارية تاعهم. وهنا سي نوتر برولونغاسيون، يعني عندنا عامين ملي بداو يهضروا ديجا عليه بلي سي افيكتيف والولاد شرعوا في هذا لا ريكوبيراسيون، وجاء واحد اخر ثاني يعني يجي وزير اول واحد اخر يقول بلي عندنا ديلي 18 شهر ودي سي 18 مو هذا يقدر يروح ولا يقدر يصرا حوايج واحد اخرين. يعني كي تقول 18 شهر يعني سي بوكو، اشحال عندنا يعني باش نقارنوه بلو نومبر ديكتار ديستريبيي وعلى مستوى الولايات، يعني وقت كبير كبير كبير. وهذا الكلام il peut être réglé en 2-3 mois à vrai dire، ما يسحقش 18 شهر كما يقولوا. طبيعي. موضوع اخر، شفنا عوده التلاميذ وعوده الدؤاني التلاميذ الى المدارس خلقت كثير من المشاكل. الخبر رجعت الان او في مقالها الى قضيه المطاعم، قال لك مئات المدارس بلا مطاعم ولا نقل. والكوريدا الجيرية عاد الى قضيه الكتب، حيث تقول انه ستانفري النوفو كاستيت بور لي بارون دي لاف بور لاشا يعني دي ليفر سكولير. واش رايك في هذه المشاكل اللي تعود يوم يعني سنويا، وخاصه هذه قضيه الكتب، يعني مشكل جديد وطوابير كبيره لاقتناء هذه الكتب؟ بيان سور، يعني باش نعاود نوليو، يعني ظروف التمدرس نتاع التلاميذ يعني تجد صعبه، خاصه في هذا الدخول المدرسي الجديد لسنه 2021 2022. وحسب الاحصائيات اللي مدتها يعني الحكومه يقول لك بلي كان 817 مدرسه لا تتوفر على مطعم مدرسي،
وكذلك يعني كاين حوالي اكثر من 537 مدرسه لا تتوفر على النقل، زياده على ذلك الغلاء الفاحش اللي كما يقولوا يعني المواد التريك سكولير الليفر سكولير وحتى الادوات المدرسيه. وفيما يخص الكتب كذلك هو مشكل كبير بالنسبه للتلاميذ وخاصه للاولياء، يعني القرار اتخذ بصفه ارتجاليه عنده اكثر واحد 6 شهور ولا 7 شهور، وين وزارة التربية الوطنية قالت بلي يعني المدراء غير معنيين بتوزيع وبيع الكتب، وهذا بسبب رفض مدراء المدارس الابتدائية لأنه حسبهم ماشي داخل في الاختصاص تاعهم. لكن اون باراليل يعني الوزارة ما وفرتش يعني الظروف المواتية ولا ما دعمتش الاستركتور تاعها كيفاه يعني تبيع الكتاب المدرسي. وبهذا كي تمدو ثاني لي ليبراري هادو بريفي والاخر، يعني ما هو محل اعراب يعني العائلات المعوزه اللي تستفاد مجانا من هذه الكتب المدرسيه. كارثه كارثه. موضوع اخر، يعني نبقى مع الكوارث التي يعيشها الجزائريون يوميا، وكرد ربما كرد الفعل لخطاب التبون التي يؤكد ان احنا رانا قوه ضاربه وقوه اقليميه وعندنا كل شيء. هذا الخبر، هذا المقال تاع ليبرت التي تقول ان بري دو 50 ميغون الجيريان انونسي كوم مور او ديسبارو درام اوت ما، هذا نتيجه لهذا الالوف اللي يحاولوا يحرقوا لبلدان اخرى. هذا الخبر تاع 50 موت يعني خبر كارثي. بالفعل يعني كاين هيئه دوليه اللي مدت يعني الشفر هذا، قال كل يامات اللي درني جور هادو كاين اكثر من 1000 يعني جزائري سواء كانوا شباب نساء وحتى اطفال يعني حرقوا لإسبانيا. يعني سين شيفر يعني ولا إحصائيات يعني تخوف وتعبر على القلق ولا الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللي يعيشها الآن يعني الشعب الجزائري. وكذلك الشيفر هذا تاع حوالي 50 شخص يعني مفقودين بينهم نساء وأطفال. يعني سي فريمون عندنا اشحال يعني من سنوات 2017 2016 وما عشناهمش يعني حتى في الوقت هذا. هذا 50 هذا غير كيما يعني اول امس ولا البارحه غير كيما اربع سفن صغار على يعني اربع بوطيت هذوك اللي راحوا ما لقينا ما على بالناش وين راهم. هذا هو وي وي ابسوليمون صدر 50 هادو سي لي ديرنيير 24 اور هادو ايزون تي ريسونسي يعني حصوهم. وكما قلت بينهم حتى اطفال يعني الصغار، وهذا يعبر عن حجم يعني الكارثه، هذه الكارثه الانسانيه. او جماعة قال لك اربع فلوكات يعني صغار خرجوا، ربما قال لك حسب الاخبار ليس بعيد من الجزائر العاصمة، والآن ما لبناش إلى هل حقيقة ماتوا كلهم، وربما ما زلنا أحيانا إن شاء الله وما زلنا غير ضايعين في البحر الأبيض المتوسط، لكن الأخبار النهائية ما زال ما لبناش بها. إن شاء الله يكون خبر موت مش صحيح، وإن شاء الله يكونوا ربما لحقوا إلى الجال أخرى، وإن شاء الله راحين يرجوا أحياء سالمين إن شاء الله إلى بلادهم. على كل حال هذا خبر آخر، ونحو إلى خبر أخير لهذه الجولة، قضية حقوق الإنسان وحقوق الجزائريين خاصة بعد خطاب تبون. هذا الخبر تاع ليبرتي تقول أن راج هذه الجمعية تاع شباب مهددة بأليون دونجي دو ديسوليسيون. بالفعل سليم، يعني بعد يعني 28 سنة من النشاط والنضال يعني جمعية راج التي بورابيل أنشئت سنة 1993، هذه الجمعية الشبانية الوطنية يعني مهددة
بلا ديسوليسيون، يعني المصير تاع مازال يعني متعلق بهذا القرار تاع المحكمة الإدارية الذي سيتم فصله اليوم. وبور رابيل يعني الجمعية اللي عاشت يعني مضايقات سياسية كبيرة عندها عدة سنوات، خاصة يعني بعد إصدار القانون حول الجمعيات 06/12 الذي يسير الجمعيات في الجزائر. احنا رانا نستناو يعني هذا القرار تاع المحكمة الإدارية في حق هذا الجمعيات، جمعية تراج، وين كذلك عدد كبير من الأعضاء تاعها والقياديين الوطنيين يعني دوهم للحبس في عندها اكثر من عام. وهذا هذه دخلت في هذه المضايقات للنشطاء يعيشوا يومين في الجزائر، يعني حسب رايك؟ بيان سور، يعني هذه المضايقات اللي يعرفها يعني المجتمع المدني ولا المجتمع السياسي يمس هذه الجمعيه، جمعيه SOS باب الواد، وعدد كذلك من الاحزاب السياسيه. وكان يعني اون كريميناليزاسيون سيستيماتيك يعني لجميع يعني جميع النضالات السياسيه والاجتماعيه المستقله في الجزائر، سواء كانوا احزاب كما قلت، جمعيات، حتى نقابات، وحتى يعني مواطنين بسطاء سواء كانوا بطالين ولا عمال ولا دي زوتر كاتيجوري. نتفكروا تجريم يعني كما الاحتجاجات العماليه، منها يعني الحمايه المدنيه لاكثر من 230 ولا 260 عون تاع الحمايه المدنيه، مازالهم مفصولين ومتابعين منهم متابعين قضائيا. صحيح. شكرا يا سي سمير العربي الصحفي والناشط الحقوقي من جزائر العاصمه، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. الان وبعد غياب طويل نعود الى زميلي وصديقي شابان قاسي من فرنسا في جولة لأهم عناوين الصحف الفرنسية. شابان، السلام عليكم. أزفلك بيانفوني مون فرير. Bonjour à tous. Salam alaikum. Azul Felawen, Azul Salim. On va commencer par 360 Africains qui revient à ce pouvoir d'achat qui chute, confronté à une importante flambée des prix qui anéantit aujourd'hui près de 44 millions d'Algériens. Un pouvoir d'achat donc très touché. Le président, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, a décidé de trouver des boucs émissaires. Je cite les spéculateurs qu'il a qualifiés de parasites. Des coupables, tout trouvé, point d'interrogation, se pose la question. Donc 360 Afrique, la réalité, est en fait autre. Pénurie, donc on vient de le dire. Quelques exemples, kilo de poulet à 500 dinars, on en a longuement parlé, hein, et on en parle encore sur El Mar Arabiya, la tomate à 130 dinars, la pomme de terre à 100 dinars par exemple. Les exemples sont très longs. Voilà ce qu'a affirmé donc Abdelmadjid Tebboune. Certains parasites et intrus du commerce ont misé sur la spéculation pour provoquer cette augmentation des prix. A-t-il dit, nous allons voir avec messieurs le ministre de la Justice et le Premier ministre pour élaborer des lois répressives pour faire face à la spéculation sur les produits de base, un crime impardonnable et puni et qui doit être puni en tant que tel pour Abdelmadjid Tebboune. En effet, ce qu'il dénonce n'est pas acceptable, dit-il, ni du point de vue de la religion, ni de la loi, ni de la morale. Derrière, bien évidemment, les syndicats se sont révoltés. On parle de rafistolage, notamment l'Union générale des commerçants et artisans. Voilà ce que dit le porte-parole Hasseb Ben Chohra. On s'en prend aux commerçants de détail et on leur exige la facture, alors que la facturation doit commencer du tout premier maillon de la chaîne, pas tout au dernier maillon, souligne donc le secrétaire, en remettant en cause notamment la gestion d'Abdelmadjid Tebboune et ses équipes. Libération maintenant qui revient avec le procès, le report du procès du frère de l'ancien président Bouteflika, il s'agit de Saïd Bouteflika, le frère cadet de l'ancien chef d'État, et Ali Hdeid, ancien patron des patrons algériens, et Tayeb Louh, ancien ministre, donc devait passer en justice hier au tribunal d'Alger.
Eh bien, ça a été reporté au 10 octobre prochain. Son avocat, celui de Saïd Bouteflika, Miloud Brahimi, avait demandé le report. Voilà ce qu'il dit aussi. Au regard des conditions psychologiques dans lesquelles se trouve son client suite au décès de son frère, en faisant bien évidemment référence à Abdelaziz Bouteflika, mort le 17 septembre dernier. Donc, le report a été demandé. Le collectif des avocats des co-accusés avait en outre demandé le report afin de mieux étudier le dossier. Donc, affaire à suivre à partir du 10 octobre prochain. Je vous rappelle rapidement que Saïd Bouteflika et les autres accusés sont notamment poursuivis pour incitation à falsification de documents officiels, abus de fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité de la justice, outrage à magistrat, entre autres. Et puis on va terminer avec le point un peu de culture, l'heure Algérie. Voilà ce que propose la réalisatrice Lina Soualem, 29 ans. Il y avait urgence à filmer donc ses grands-parents, dit-elle. À 62 ans, ses grands-parents ont dû se séparer. Une séparation qui ne relève pas que de l'intime, la première étant la séparation avec la terre natale, cette belle Algérie, avec les parents. Ce sont ces questionnements que se pose donc Lina Soualem. Voilà, avant de vous quitter, ce qu'elle dit, Salim. J'avais envie de comprendre comment mes grands-parents avaient été affectés par la colonisation, par le massacre de Sétif en 45, par la guerre. Je voulais des réponses très concrètes. Je voulais qu'ils me racontent comment ils s'étaient notamment rencontrés, un passé donc chargé plein d'émotions et plein d'histoires. Donc, vous pouvez retrouver ce documentaire très vite, notamment sur les réseaux sociaux et puis en France. Mon Algérie, Lina Soualem. Voilà, Salim. Magnifique. Merci beaucoup, mon frère. Chaban Kassier de Paris. Merci. هذه الجولة لأهم عناوين الصحف الصادرة في الجزائر وفي فرنسا، وكالعادة نخليكم مع هذه الرسومات ونقول لكم بقوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.